وَمَنْ لِلْحَبِيبِ يَعْشَى حَيَاةً
على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Yeah.
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عن فشاه خلق الخلق لهمة وطوى عليها إلا وبسط لهم من فائز المنة ما جرت به أخلاق القسمة فأرسل عليهم أسبق ملكه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بهلك هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شوقه في عوالم الشهادة والغيوم كما أجل هذا المنى الذي تقرب به المنان وما عجب هذا الفضل الذي بغض من أفقد الإنسان سورة كاملة جبرت في هيك المحلوس صلى الله عليه فيحصرت بوجودها أكناب الوجود وتردت ضد العوالم بطراز التكريم صلى وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى حبه في عالم كرسي الواسع تجلي القضاء بانتشاك قدره في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تشرق ماضه بتعداد ولا يقل تقرانه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه شرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه لقلب سروره قد توانى بحبيب عمل لنا منوانا جل ما شرف الوجود بنور غبر الكون بهجته وجمالا وترقى في الوصل على مقام وتنالى في مجده وتعالى لاخذته العيون في من جدلته بشرا كاملا يزين الضلالا وكبر في العلم ما قد رأته رفة في صونه وكمانا
فسبحان الذي أخرج منه الحج الاتنان ما يزل أمس في اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه أشوف وفي عالم القرون والطهور لا منع دون الخلق يدور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا Thank you.
سيدنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده يا نفله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونوره به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أسرها من نعمة إن تشعر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها واستفتح بياك وسعها على هذا العبد الذي وفى وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى هذه وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم Oh,
آله وعلى آله فحين قرب الرقيان الحبيب أعلنك السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار جودا إلي على أهل الوجود تهديج وأمسنا في الملائكة لتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله
Thank you.
مالك عليه وعلى آله.